خلف طلته الهادئة بحر صاخب، وراء نظاراته شعاع ثاقب، في عقله ساعة سويسرية تكفل له الانضباط في كل شيء. ضيفي ضد النجومية، يعترض على وصفه بالنجم، هو سيد الخبر العاجل وأبرز إعلامي الواقع غسان بن جدو. مساء الخير أستاذ غسان. يا أهلا وسهلا غسان بن جدو. من أب تونسي علماني ومن أم لبنانية مسيحية، جدك لأبوك تركي، جدتك لأبوك جزائرية، وجدك لأمك سرياني، خلطة بيطة، معادلة صعبة نتج عنها غسان بن جدو المسلم السني. تعدد الجنسيات بيولد تعدد ثقافات، وده شيء إيجابي، بس تعدد الأديان في العيلة الواحدة، هل ده بيؤدي لصراع داخلي ممكن يعيشه الطفل ما يعرفش يصدق أي حقيقة؟ في بعض اللحظات نعم، أنا هذا الأمر عشته عند بداية الحرب الأهلية هنا في لبنان، لأنه أنا كان أمر طبيعي بالنسبة لي أنه أنا أكون مسلم وأعيش في عائلة مسيحية وأتعلم في مدرسة مسيحية وأمارس حتى طقوس الصلاة المسيحية. لكن مع بداية الحرب الأهلية هذا الأمر خلق لي أو أوجد لي بعض الإشكالات، لأنه وجدت أنه في تناقض جدي أو جذري، وليس تناقضا فكريا أو نقاشا. أنا وقت ذلك كنت طفل، يعني لست في مستوى أنه الواحد يفكر بالتفكير وإلى آخره، ولكن أنه في دم. فولد لي نعم ولد لي إشكالية وقت ذلك. تنصح بالزواج يعني المختلط ما بين ديانات مختلفة أستاذ غسان حسب التجربة اللي انت عشتها؟ أنا متزوج مسلمة، ربما هي شيعية نعم، ولكن لا يجد، ما في عندي مشكلة في هذه الناحية. التجربة اللي عشتها مع والدك ووالدتك ما في كان إشكالية، إذا كانت من نموذج والدي المسلم ووالدتي المسيحية فصدقيني ليست هناك أي مشكلة على الإطلاق. كان هناك تعايش طبيعي، ما كان في أي إشكالية على الإطلاق. يعني أنا أنصح بذلك النموذج من الزواج، ولكن وربما حتى في أجواء الاحتقان الموجودة في بعض البلدان من بينها لبنان حيث نحن على الأقل، ربما الزواج يساهم بعض الشيء في تخفيف درجة الاحتقان إذا صح التعبير. لكن السياسيين في بعض الأحيان لا يتركون حتى للأزواج ودا ولا محبة. طلقت بالثلاثة التدين؟ التدين المتطرف نعم. ولا طلقة أولى ممكن يبقى لها رجع؟ أنا طلقت بالثلاث كل تطرف بما فيه التدين المتطرف. أنا ضد التطرف، التطرف السياسي والتطرف الحزبي والتطرف الإعلامي والتطرف الديني. وأنا أعتقد أن التطرف الديني واحدة من ويلات أمتنا. الحالة دي اللي عشتها زمان، هل ممكن تخليك قادر تفهم عقلية الشبان الصغيرين اللي ممكن يتورطوا في أعمال إرهابية؟ شوفي، الذين يتورطون في أعمال عنف وأعمال تطرف وأحيانا أعمال إرهابية ليسوا هم فقط مسؤولين عن أنفسهم ولا حتى البيئة الدينية. بيئة المجتمع العربي في الحقيقة تتحمل مسؤولية وجود نماذج من هذا القبيل. بمعنى أستاذ غسان؟ بمعنى أن تعليمنا فيه شذوذ، بمعنى أن خطابنا الديني فيه شذوذ، بمعنى أن ممارستنا السياسية الحاكمة ليس فيها شذوذ، إنها الشذوذ ذاته. في البلاد العربية حيث نفتقد الديمقراطية وحيث نفتقد الحريات العامة وحيث نفتقد التسامح وحيث من أمثالنا يعيشون مع حاكمين فقط. تصوري أنا إنسان لو عشت 60 أو 70 سنة ممكن أعيش مع حاكمين فقط، يعني ما بعيش إلا مع حاكمين. هذه كلها تولد التطرف، التخلف الاقتصادي، عدم غياب العدالة الاجتماعية، هذا الحيف كله، الظلم الموجود، هيمنة العقل الأمني والبوليسي على كل شيء في حياتنا الداخلية وحياتنا اليومية، هذا كله بالمناسبة يوجد تطرف. فتجدين أخت وفاء متطرفا في الفساد، وتجدين متطرفا في الحكم البوليسي، وتجدين متطرفا في التدين، وتجدين متطرفا في العلمانية. يعني الآن على سبيل المثال نحن ينبغي أن لا نتحدث فقط عن التطرف العلماني. أنا أقول بكل صراحة لدينا حتى تطرف علماني، ليس فقط تطرف الديني، تطرف علماني الذي يقصي الآخر، كله هذا نتيجة هذه البيئة العامة في البلاد العربية. وأعتقد
وأعتقد بأن الحكم المركزي في بلاد العربية يتحمل مسؤولية كبرى عن كل ما يحصل من دون أن أنزه هؤلاء. اختلاف الثقافات اللي عشته خلاك برضو تدور على أكثر من ثقافة في زوجتك، ولقيت السيدة ندى الحسيني وحسيت إن هي شبهك. اللي أنا بس ما فهمتوش إن فرحك تنقله قنوات عالمية زي CNN وزي ABC وزي CBS، إيه اللي كان مختلف أو إيه الهالة؟ يعني غسان بن جدو، ليه غسان بن جدو كل العالم لازم يحضر فرحه؟ لا، هو كان الإطار اللي أنا كنت موجود فيه، وكان هناك مؤتمر مؤتمر ضخم، يعني حاضرين فيه شخصيات أساسية، فأنا في على هامش ذلك المؤتمر في طهران بطبيعة الحال، على هامش ذلك المؤتمر ولم يكن مبرمجا على الإطلاق، قررت أن أتزوج. تصوري، ورجل يقرر يتزوج في مؤتمر. فحدثت والدتها وحدثت ندى وانه شو رايكم، فطبعا استغرب الموضوع، لكن انها مشيه. وانا اذكر كتبت اوراق صغيره، يعني انه كتبت في دعوه لحضور عقد قران في جناح معين في ذلك الفندق، ومن يريد ان يحضر فليتفضل. وانا فوجئت وقتها، قال العالم كله، فوجئت انه حشد كبير في ايران، في طهران، طبعا من ابناء ذلك المؤتمر. نعم. من شخصيات ذلك المؤتمر، شخصيات عربيه الان، يعني في قاده الان، في قاده اساسيين في البلاد العربيه، في حاكمين، في حكام، حضروا فرحه، حكام اي ما حابب اسميهم يعني، لكن حضروا فرحي. اللي سائبت وقت ذاك انه في على هامش ذلك المؤتمر احد اصدقائي مصطفى ناصر، هو مستشار الراحل رفيق الحريري، يعني اخبر انه في عقد قران او زواج في ذلك، فجاءت تلك القنوات وصورت وبعدين بثوه في تلك القنوات الامريكيه. وانا عرفت بثوه ليه تفتكر؟ يعني علشان ينقلوا فرح ايراني مثلا، ولا علشان موجودين اشخاص، شخصيات كبرى وقت ذاك، وزراء وشخصيات قياديه وقيادات سياسيه، بالاضافه الى شخصيات ربما توصف بانها متشدده راديكاليه فلسطينيه وقت ذاك، والسيد محمد حسين فضل الله هو الذي كان موجودا وقت ذاك، عده شخصيات بطبيعه الحال، فجاءوا ونقلوا انه شوفوا على هامش ذلك المؤتمر في عقد زواج، وكل الشخصيات هذه موجوده، وشخص شاب هو الذي استطاع ان يجمع هؤلاء، وهذا الذي حصل. حضرتك قلت كل واحد فينا عايش في البيت، فعايز اوضح بس قصدك ايه كل واحد عايش في البيت؟ لا، في فترة طويلة أنا في بيت والعائلة في بيت. ليه؟ ربما لضغط العمل، ربما لاعتبارات أمنية، فكنا مضطرين لهذا الأمر. لا، ولا زالت لسه في محاضرات؟ لا تزال موجودة. نعم. خايف عليهم؟ نعم. في تهديدات بتجيلك أستاذ غسان مش كده؟ أحابب كبر هذا الموضوع، لأنه كل الصحفيين مثلنا بعض. لكن نصح لي كثر خلال حرب تموز وبعد حرب تموز أن أخذ بعض الحيطة، لكن أنا مش ماخذ بعض الحيطة على فكرة، أنا ما عندي مرافقين ولا عندي ناس، يعني مثل ما الناس تتصور هذا الأمر. جيت لوحدك دلوقتي؟ أنا من فترة يعني خلص قررت أنه أنا ما بعيش مع مرافقين، ولا يرافقني أحد، ولا أمن، ولا هم يحزنون. من يمكن أن يفعل بشيء فسيفعله من دون أن يستأذن هذا أو ذاك، ولن يستطيع أحد أن يمنع هذا الأمر، هذا الأذى، ولكن عائلتي أنا مسؤول عنها، وبالتالي لازم تكون في مأمن. ربنا يحميك ويحميهم إن شاء الله. التهديدات بتعنون من جهة معينة، بيبقى في اسم المرسل يعني؟ في حرب ترموز اسم المرسل كان واضحا، إنها السلطات الإسرائيلية، وربما أقول هذا الكلام لأول مرة بالمناسبة، لأنه حقيقة ما كنت حابب أحكي في هذا الموضوع، يعني حتى أولا لا يفسر أحد بشكل سلبي أو سيء، لكن ربما لأول مرة أتحدث. نعم، إحنا خلال الحرب تلقينا وتلقيت شخصيا يعني تهديد مباشر من أوساط إسرائيلية، وبعدئذ تم تهديد المكتب الجزيرة في نهاية الحرب.